اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعي تلفزيون الوفد في كل مكان، معكم محمد يوسف في حلقه جديده وبرنامج ترند رياضي. ترند حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن الكره السعوديه والطفره اللي عايشه فيها الكره السعوديه خلال الفتره الاخيره، واللي من خلالها قدر المنتخب السعودي لكره القدم انه يظهر بمستوى اكتر من رائع ومميز ببطولة كأس العالم الأخيرة اللي كانت بتستضيفها قطر في نسختها الـ22، واللي من خلالها قدر يقدم المنتخب الأول لكرة القدم السعودي مستوى مميز وأبهر مشجعي ومتابعي بالمستوى الأكثر من رائع اللي ظهر به بالبطولة، لولا الإخفاق بس البسيط اللي انتهى في آخر مباراة واللي من خلالها ودع المنتخب الأخضر بطولة العالم 2022. الدوري السعودي بيعيش طفرة كروية وخاصة في الفترة الأخيرة اللي من خلالها قدرت الأندية السعودية إنها تطور من نفسها وتطور من اللعيبة بشكل ملحوظ جدا، وأخيرها طبعا الحدث اللي هز الوسط الكروي والحدث الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو نجم الكرة الإنجليزية، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق اللي أنهى تعاقده مع فريقه بالتراضي قبل انتهاء وتوديع منتخب البرتغال نسخة مونديال العالم 2022. النصر السعودي اتعاقد مع كريستيانو رونالدو في حدث أكبر العالم على احترام ومشاهدة الكرة السعودية، اللي من خلالها الدوري السعودي هيروح حتة تانية خالص بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو. وبرضو عايز اقول كمان ان من خلالها بعض الاندية في الدوري السعودي هتتعاقد مع نجوم من الدوريات المختلفة ونجوم بارزين في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي، وابرزهم في اخبار متداولة عن الهلال السعودي بيبحث المفاوضات مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني اللي قدر ان هو يصعد ويتوج مع منتخب الأرجنتين بمونديال العالم 2022 الأخير. كل التحية للقائمين على الكرة السعودية واتحاد الكرة السعودي واللي من خلالها قدروا وصلوا الدوري السعودي لحتة تانية خالص. وطبعا هنستعرض مع بعضينا ابرز الاهداف وترتيب الفرق في الدوري السعودي وابرز الهدافين بالمسابقه. لو بصينا كده على ترتيب فرق الدوري السعودي بالنسخه الحاليه اللي احنا بنلعبها هنلاقي فريق الشباب بيعتلي قمه ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، ويليه النصر برصيد 23، ويأتي كل من الاتحاد والهلال برصيد 21 نقطة، ويأتي فريق التعاون السعودي في المركز الرابع برصيد 20 نقطة. ده كله من محصلة 10 لقاءات منذ انطلاق البطولة بنسختها الحالية. اللي أنا عايز أقوله إن الدوري السعودي فعلا أكبر العالم كله على متابعته، وعلشان بيطور من نفسه وبيطور من أدائه ومن لعبته. كل التوفيق للكرة السعودية والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونتمنى إن الكرة العربية كلها تبقى في تطوير ودائم. وشكرا لكم، وكان معكم محمد يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.